مواصفات الزوجة الصالحة بالنسبة لمدرس اللغة العربية. أراد مدرس اللغة العربية أن يتزوج، فسأله أصدقاؤه: ما هي مواصفات العروس التي تتمنى؟ فأجاب: أريدها مرفوعة الهامة، منصوبة القامة، مجرورة الثوب، مجردة عن العيب، مربوطة الشفتين، مبسوطة الكفين، مؤنثة تتقن أسلوب الإغراء، وتطيع فعل الأمر بلا استثناء، وتجيب النداء، وتفهم الإشارة من غير عبارة، لا تعرف الجملة الاعتراضية ولا أفعال الظن، ليس في قاموسها لا ولم ولن، ضميرها متصل بضميري، إذا طلبت فغير جازمة، من كل علة سالمة، تجاملني بالكناية والتصريح، فعلها تام صحيح، لا تنازعني في عمل الفاعل على الإطلاق، قولي عندها معدوم بلا طلاق، تعاملني بالسكون والعطف، أما مالي عندها فممنوع من الصرف.